وما زلنا مع نشاط السيد الرئيس السيسي، فاستقبل اليوم الرئيس السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالفريق أول حمدتي بالقاهرة، مشيرا سيادته إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل والترابط التاريخي بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت والداعم دائما لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية من أجل شعبي البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى متابعة سيادته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدا سيادته مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية.